ربع نهائي كأس رئيس الدولة راح تجمع الشارقة بالظفر، والله مباراة صعبة، وحيلعب عجمان مع النصر يعني كمان، بعدين الوصل وبنياس وشباب الأهلي والإمارات. كيف القرعة بعو؟ لا، النتائج يمكن ما كانت متوقعة في الدور الـ16. في بعض المباريات يعني ممكن أصعب، شارجة ظفرة صعبة، يعني شارجة والظفرة أصعب مباراة. أنتو اللي كان النصر في الدور الـ16 كان النصر الوحدة أصعب مباراة. لا، عجمان قدر يطلع فريق العين، بس العين في أسوأ تاريخه، مش في أسوأ يعني إذا النصر في حالته طبيعية الكفة للنصر أكثر. أبو سلطان، والله مباريات الكوس أبو كرم كل شيء وارد فيها، لأنه هدف يمكن في آخر اللحظات ينهي كل شيء، ويمكن اليوم شفنا أكبر مثال خروج الجزيرة. بس لكن أتمنى إن شاء الله أن نستمتع. أنت شو تعليقك على خروج العين؟ والله العين غير مقنع من الموسم الماضي أو اللي قبله، يعني العين بطل، لكن بعد ما حصل لنادي النصر هالسنة هالوضع هذا كل شيء متوقع. طيب خليني بسأل، يعني أنا واحد من الناس اللي أنا بحب نادي العين ومشجع لنادي العين، يعني العين بالذات مثل الهلال في السعودية، مؤسسة، جمهور، تاريخ، ألقاب، بطل آسيا بأول نسخة عام 2003. أبو عوف، حتى بشوي اليوم سألتك قبل ما فوت على البرنامج، لي والله ما أدري شو في، يعني فعلا تحتار في بعض الاحيان انك تفسر حاله الفريق. لكن بالنسبه لي ان الاتحاد فهمنا مثلا كان في مشاكل ماديه وفي مشاكل اداريه كانت موجوده، ما عنده ما يعني ما هناك في مشاكل اداريه موجوده، ما عنده بالعين، ما عنده بالذات مشاكل اداريه، ما عندهم لاعب. انا بالنسبه لي لحد الحين يعني ما في اللاعب الاجنبي غير لابه في خط المقدمه انه ممكن يخدم فريق العين. اللعيبه المواطنين اللي جابوهم للحين ما أظهروا بكسل، الإصابات اللي واجهها بدرو في بعض المباريات السبب من الأسباب، والفريق أيضا يفتقد لعنصر مهم جدا وهو صانع اللعب، مش موجود في فريق العين صانع اللعب. مين كان صانع اللعب؟ كان عمر عبد الرحمن. نعم، كان عبد الرحمن موجود في هذا المكان، وعمر كان يوصل كرة واحدة للمهاجم. بندر أحبابي عنده شو تاني؟ لا، هذا على الأطراف. طيب، حتى بندر حاليا مصاب. بندر كويس، بندر بعد مصاب ما لعب يعني في كان المباراة. خالد عيسى من أفضل الحراس بالبلد يعني. هذه يمكن النقطة مهمة جدا، كان في بعض المباريات خالد عيسى يشيل أخطاء المدافعين. نعم. الحين خالد حتى تأثر، حتى يغلط تأثر بمستوى الفريق بشكل عام. لكن العين يبقى العين.